أهلا بكم من غزة هاشم مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث موفد الفلسطينية هناك زميل جريس عزار، وتقرير حول الجالية العربية والمطاعم هناك. أنا يا طير يا طير يا طير يا طير يا مسافر عند ودي ودي سلام يا طير يا طير أنا يا طير ضيعني نصيبي أنا يا طير ضيعني نصيبي. مدينة عربية على أرض أمريكية، هي مدينة ديربورن التي تقع في ولاية ميشيغان شمال شرق الولايات المتحدة، والتي يقطنها عدد من الجالية العربية، ويبلغ عددهم 30,000 عربي من بلدان عربية مختلفة، كما تعتبر الوجهة الأولى لأي عربي مهاجر إلى أمريكا نظرا لطابعها العربي. حرت مدينة سوبي عندما تتجول في شوارع ديربورن ستشعر أنك في بلدك العربي، فأسماء المحلات وطبيعة عملها ناهيك عن المارة العربي في الشارع، كلها دلائل على التواجد العربي الكبير للجالية والثقافة العربية في هذه المنطقة. أنا بقلب الحنين في نهرين أنا بقلب الحنين في نهرين في ديربورن لن تشتاق للمأكولات العربية، فكلما التفت يمينا أو شمالا ستشتم رائحة مأكولات لطالما استنشقت رائحتها في بلاد عربية كثيرة. هكذا يعتز العرب الأمريكيون بمأكولاتهم ولغتهم العربية، فرغم مرور السنين على غربتهم وبعدهم عن بلادهم، إلا أنهم ما زالوا يطلقون أسماء عربية على محالهم التجارية. من مدينة ديربورن الولايات المتحدة الأمريكية، جريس عزار لقناة الفلسطينية.